السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام معلش تعبان شوية. مساء الخير. وسهلا مساء النور. سعادتك شكلك عمي. تعبان جدا. عندنا كل انتوا في مدارس زوسر للغات. مدارس لغات. ليه يا دكتور خير؟ احنا ما تقلقش من أي حاجة. الصيدلية بتاعتنا صيدلية ممتازة ممتازة ممتازة. أي حاجة تلاقيها عندنا. برشام يستاهل بقك، عندنا مرهم يستاهل بقك، عندنا حقن تستاهل بقك، عندنا البوس يستاهل. إيه 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 يستاهل يعني يستاهل. والله والله ما أخسر فيكم. يلا يستاهل يا بقك 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 يا فندم. يا فندم حضرتك اتكلم مع أستاذة سماهر مديرة التسويق. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بص يا فندم، احنا النهارده كان معانا منتج كنا عايزين حضرتك تطلع عليه. لا ما هو انا بقى منتجات، انا اصلا مش عارف ابيع المنتجات اللي عندي هنا. كل شويه شركات تجيب لي منتجات ومش عارف اسدد فلوس، فانا مش هينفع اخد منك منتجات. انا اسف يا سماهر. معلش يا فندم عشان خاطري بس حتى اخد فكره. معلش والنبي. معلش انت انا مفيش. معلش عشان خاطري. طيب معلش كي. معلش ممكن ايه الفكره بقى؟ ايه هل تعانون من تساقط شعركم على الوساده؟ هل تعانون من تساقط شعركم وانتم تغسلونه في الحمامات العامه؟ وداعا للقشرة. وداعا للحكة. يا إلهي لقد تساقط شعري على الوسادة. أنتم تعتقدون أنني أقرع ولكنني في الحقيقة أصلع. يا لخفة ظلي، سكوت شعري سبب لي مشاكل عديدة، فقد تركتني زوجتي بسبب صلعتي. نعم تركته، ولكن ليس بسبب صلعته بل بسبب تقل دم أهله. ولتجنب هذه المشاكل يجب استعمال المنتج هير باك. هير باك. هير باك. يحتوي منتجنا على نبتة الهالوف والعصفر. يحتوي منتجنا على دهن ضفر الكتكوت. عليك يا سيدي ان تقوم بتجربتي، فقد كنت انا ايضا بتجربتي. هيا تفضل. حقا ساجرب. هيا. يا الهي لقد انبتت بشيلات شعري بشكل مذهل. انظر الى كرشي واردافي. حقا انه مذهل حقا. إنه حقاً أعجوبة، أعجوبة حقاً. مع إيرباك وداعاً للحكة ويسلم لنا الحكة. أنت مبرشمة على إيدك؟ ده أنت بتقولي تلات جمل مش حافظاهم؟ لا إحنا في تالتة رابعة مبرشمة على إيدك. اطلع برا اتفضلوا. مش عايز حاجة. أهلاً وسهلاً. معايا زب الجرجير بيرجع الشعر اللي راح. كان القرد نفع نفسه. اتفضل. اتفضل يا اخويا. قرد ايه؟ القرد. انت شايف نقرع؟ انا مش قرع، انا في جنابه اهي. بيه في جناب؟ في جنابه اهي. خد بالك اوعى اوعى تخبط الجناب وانت ماشي. ماشي. خلي بالك من الجناب. ماشي. الشعار بيحكوها. ماشي يا دكتور. اوعى اوعى تحكها يا دكتور. المعمل نضف وكله معمل قليل. مراتك ببرشمه على ايديها؟ اي رزق. برشمه المزرعه على ايديها. انا عارف، انا اللي كاتب لها والله. عارف انت شفتهاش وهي بتطبخ بقى ربع مرق الدجاج ربع يكون اكل ولع وهي باصه هنا. انا عارف. ما تشرحليش ظروف بيتي. انا عارف استاذ اشرف مشاكة ببرشام في شعرها. اي دبسه لها ده. اسمع بقى مني. إيه؟ المعمل نضفته جوه، رميت كل حاجه. رميت ايه؟ رميت المواد الكيميائيه دي بتقعد تفرقع.